كيف انا نقول له ما يحبسوش؟ راه مريض يطبقوا عليه القانون، هما ما يحبوش يطبقوا القانون. كيف نوقف انا مع القايد صالح؟ والقايد صالح للدقيقه الاخيره هو كان مع بوتفليقه. صحيح، نضربوا السمش بالغربال. هو أمير اللي يقول حقيقة. العوده الخامسه. وانا بوتفليقه في العوده الثالثه قلت ما يحبسوش. في العودة الرابعة أنا ترشحت ضده ودرت حملة ضده قد ما تنقل، والمنتخبين تاع فلان وحماس والهرندي ما يحبوش يسنيوني باش نكون كونديدا فري منافس. منافس ليه، ها ما يحبوش يسنيوني وهزوا الكادر تاعو يدور. وهزوا الكادر تاعو ويدوروا به. هذه اكثر من كارثه. نورمالمون اللي هزوا، شوف نورمالمون اللي دعموا العهده الرابعه والخامسه والراجل بين الحياه والموت، هادو نقولوا عليهم خانوا الوطن، خانوا الشهداء، خانوا البلاد، ما يجدوش يديروا السياسه ونزيد نروح معاهم انا الواحد ما يفوتيوش. انا الحراك انا اللي بديته وحدي، انا هو الحراك من نهار مرض بوتفليقه من العوده الثالثه وانا في الحراك، واخو على باله والناس كلها على بالها.